النحافة ونفسي آكل وأنا مرتاح، والإمساك وتعبني جدا، اديني وصفة صباحك أو مساك. بقى عايز اقول بقى عايزين نفطر ونتغدى ونتعشى، فطار وغدا وعشاء للناس اللي عندهم نحافه بقى. كويس. اول حاجه في الفطار نفطر حاجه من حاجات كتير هقول. عصيد، عارف العصيده؟ ياه فاكر كانت العصيده بتاعت جميلة، زمان؟ الله يرحمك يا ستي. كانت ستك بتعملها ازاي؟ كانت تجيب الدقيق ايوه والسمنه اي والعسل الاسود، صح يبقى كده؟ العصيده دي عشان يعني احنا دلوقتي الصعيد ووجه بحري اكيد عارفينها، في بالظبط. بعض وفي ناس بقى الجنينات دلوقتي كلاس شويه بس ملناش علاقه بيه بقى، ماشي هيستخدموا العصيده، او هي الوطن اسمها العربي كده. ماشي هو في الوطن العربي بيستخدموها، ماشي هي نقولها العصيده عباره عن دقيق دقيق وسمنه وعسل اسود. صحيح. تجيب بقى معلقتين ثلاثه اربعه، يعني هي بتعمل النسب على قد الدقيق اللي هي حاطاه. صحيح تحط 3 معالق عليهم، معلقه سمنه ومعلقه عسل، معلقتين ومعلقتين وثلاثه. صح بس احنا بنقول دقيق وسمنه وعسل اسود، ودي جميله جدا وتحفه جدا. كويس. او بيض بالسمنة البلدي، وعلى فكرة العصيدة بتتحط في اللبن، يعني احنا كنا بالظبط بناكلها ناخد خرطة كده كبيرة بالظبط، تحط نحطها في في اللبن، اللبن ونبدأ ناكل. حلوة كده، دي جامدة جدا وبتدي علاج للنحافة يا هايل جدا. سلام على زمان. بيض بالسمنة البلدي، واحدة بقى تفطر تاني تقول لك أنا مش عايز العصيدة، فنخليها تفطر بيض بالسمنة البلدي وعيش ولبن، يعني ده فطار، يا ده يا ده يا ده ده. وبعد ما تخلص البيض بالسمنة البلدي تاخد 3 معالق مربى تاكلها، كويس كده؟ كويس. الشاي، هنشرب شاي اخضر او ما نشربش شاي خالص؟ هنشرب شاي اخضر او ما نشربش شاي مش خالص؟ الشاي الاخضر ده بتاع التخسيس؟ حلو كده. ما هو ما بس الشاي الاخضر مش بتاع التخسيس، بيمنع امتصاص الدهون. الشاي الاخضر بيمنع امتصاص امتصاص الدهون. الدهون، تمام. بس احنا بنقول ما الناس بيشربوا شاي وفيه كافيين بيقلل نسبة الحديد في الدم. هايل. فانا عايز اعالج دايما يا محمد اللي عندهم نحافة بيبقى عندهم مشكلة في الانيميا، كويس. تقول لك انا عندي نحافة والهيموجلوبين بتاعه قليل، فاحنا نخف من الشاي خالص، ولو لازم بقى شاي وحبكه قوي يبقى ناخد شاي اخضر الشاي تنمر الأخضر حلو للدم، يعني بالظبط، بينشر الدوره الدمويه. الدورة الدموية. كويس. نمره 2، بين بقى خلاص فطرت، فهي لسه بقى فتره بين الفطار وبين الغداء، هتاخد تشرب ايه بقى؟ تشرب كوبايه حلبه او مغايت، الحلبه او مغايت ما بين الفطار والغدا، والغدا. كوبايه حلبه او كوبايتين او مغايت، واحده او اتنين. الغدا بقى يا محمد هيبقى الغدا عباره عن يا اما سمك مشوي، كويس كده، يا اما ربع فرخه، ربع فرخه او لحمه مشويه، يا سمك مشوي يا يا لحمه لحمة مشويه مشوية، يا ربع فرخه، معاها بطاطس شيبسي، بطاطس بطاطس احنا متقطعه اللي عاملينها. كويس ومقليه او مسلوقه، ومعاها رز، كويس ومعاها رز، ما شاء الله، حاجة تفتح النفس. حلو قوي قوي قوي. ساعه العصر بقى يا محمد هتجيب كوبايه لبن وتحط عليهم معلقه خميره، عارف الخميره؟ طبعا الخميره كانوا زمان بيحطوها على العجين، بيحطوها. ها كنت انا بحبها قوي، كنت باكلها جدا. ها زي معلقه العسلية. معلقه كوبايه لبن عليها معلقه خميره، وتقزقز كام حبايه فول سوداني او تطحنهم وتحطهم على اللبن وتشربهم. تمام ايه ده ماشي. بين العصر وبين العشاء، كويس. يعني من العصر للمغرب. طب في العشاء بقى هتاكل بطاطس مقليه، ويفضل تكون بالسمنه، كل الحاجات اللي احنا بنقولها دي تفضل تكون بالسمنه، والبطاطس دي هتبقى اساسيه معاها، وهتاكل معاها جبنه او بيض برضو مقلي او مسلوق، وهتاخد معاها تشرب بعديها حلبه، تشرب بعديها حلو. حلبه. قبل النوم بقى محمد لازم تاكل حلويات. ايه الحلويات دي بقى؟ كنافه، بسبوسه، اي حاجه من الحلويات اللي حلويات. بتحبها دي. كويس. الفاكهه بقى مهمه جدا طول اليوم، الفاكهه مهمه جدا طول اليوم. هاي طيب كده قلنا فطار وغدا غدا وعشاء، وعشاء، طيب والفاكهة طول اليوم عشان والفاكهه طول الصحة اليوم بقى عشان والوجه السحر والبشرة. ونضاره البشره والحاجات زي كويس. كده. عايز اقول بقى للامساك، هي بتقول لك انا